ينضم معنا الآن عبر الهاتف صاحبة السمو الأميرة هند بنت عبد الرحمن آل سعود. حياك الله معنا سمو الأميرة. أهلا وسهلا فيكم، يا هلا وسهلا في البرنامج في المستمعين، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك، نرحب بك في المجد الوطن وفي اليوم الوطني 92 للمملكة، كلمتكم بهذه المناسبة. لا يسعني كلمات أو مفردات للتعبير عن حبنا لهذا الوطن، لكني أقول كل عام الوطن هو لنا دار. يأتي هذا اليوم الوطني 92 هذا العام زاخر بإنجاز حافل بالعطاء، كل عام ووطني بألف خير دائما وابدا والوطن بخير. سمو الامير اذا سمحت استغل الفرصه ونحن الان في اليوم الوطني 92 وبالتاكيد وانت سفير دولي للمسؤوليه المجتمعيه، بالتاكيد في اهميه المرافق العامه والحفاظ على الممتلكات العامه من كافه شرائح المجتمع، كيف تعليقك على هذا الموضوع؟ والله انت لمستني بعد الجرح، ما اقدر اوصف لكم كيف ان لما نمر في المرافق العامه في وطننا الغالي، والحمد لله الغالبية أنها تكون جميلة ومحافظة على جمالها، والشعب كمان محافظ عليه أو المجتمع محافظ عليه، بس يؤسفني أن في بعض المرافق العامة لما يجي الواحد يستخدمها يأسف أن هذه الأشياء تكون من مجتمعنا أو من أحد من شعبنا. لذلك أنا أوجه دعوة للجميع، أرجوكم حافظوا على مرافقنا العامة، اعتبروها داركم، اعتبروها مكانكم الخاص، لا تعاملونها معاملة أنها شيء أنا ماشي فيه. لذلك هذا الشيء اللي كان يؤسفني، وكم مرة تكلمت فيه خاصة المساجد أو الدورات المياه وأنتم كرامة، ليش ما نتركها بنظافتها؟ صحيح أنا ما أقول لكم نظفوا أو بس اتركوها على الأقل كما وجدتوها. صحيح، وهذه نقطة مهمة سمو الأميرة، ونحن في اليوم الوطني 92 وسعدنا بهذه المداخلة، كلمة أخيرة بهذه المناسبة. لا يوجد كلمات أخيرة، لكن يوجد حب لهذا الوطن وحب لهذا الوطن المعطاء. لا أجد كلماتها، فقط أهني شعبنا السعودي بهذا الوطن وبهذا العز الذي نحن فيه، وأهني خادم الحرمين الشريفين، وأهني ولي العهد الأمين حفظهم الله. دام الله عز هذا الوطن، ودامنا فخر واعتزاز بهذا الوطن. اللهم امين، دائما وابدا الرفعه والعزه للمملكه العربيه السعوديه. سمو الاميره هند بنت عبد الرحمن ال سعود، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا في المجد الوطن، ودائما وابدا، وهذه النقاط المهمه التي عرجنا عليها في هذه المداخله من سمو الاميره، بالتاكيد نقاط مهمه تحدث عنها سمو الاميره في هذه المداخله. سمو الاميره هند انا مسيها بالخير والعطاء، وهي أميرة